أعلنت اللوبية الأوروبية الفلاحية الحرب من جديد على المنتجات الزراعية المغربية تزامنا مع الدخول السياسي الأوروبي والإسباني في محاولة للتأثير على القيادة الأوروبية الجديدة التي ستباشر مهامها ابتداء من فاتح ونبر المقبلة. وبعدما لم يعد بإمكانها توظيف ورقة المنتجات الآتية من الأقاليم الجنوبية للمملكة بعد مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاقين الزراعي والبحري في نسختهما الجديدة، تحاول هذه اللوبيات وفق أخبار اليوم اتهام المزارعين المغاربة بالتحايل وتوظيف العلامات التجارية الإسبانية لبيع المنتجات الفلاحية المغربية بنفس شروط وقيمة نادراتها الإسبانية. كما هاجمت هذه اللوبيات الشركات الفرنسية والإسبانية الزراعية المستقرة بالمغرب أو تلك التي تربط أشراكة بنادراتها المغربية، وذلك باتهامها ببيع المنتجات المنتجة في المغرب على أساس أنها إسبانية. أكثر من ذلك، دخلت لوبيات الصيد البحرية الإسبانية لأول مرة على الخط وهاجمت بعض الواردات السمكية المغربية. وفي هذا الصدد ندد المزارعون الإسبان في منطقة ألميريا بقيام بعض المقاولات الفلاحية ببيع فواكه وخضروات مغربية باستعمال علامات تجارية إسبانية غير خاضعة للمراقبة. العنف العنصري ضد الأجانب الذي يجتاح جنوب إفريقيا حطم حلم أمة قوس قزح التي ما يمل قادتها من ترديد أسطوانتها، وبالتالي لا يمكنهم أن ينتقدوا المغرب بشأن الانتهاكات المزعومة المرتكبة ضد الشعب الصحراوي دون أن يثيروا السخرية والتهكم. يبدأ الإحسان من البيت، هذه الحكمة تنطبق على قادة جنوب إفريقيا وعلى رأسهم الرئيس وزعيم الحزب الحاكم الحزب الوطني الشعبوي سيريل رامافوزا، الذي تواجه بلاده موجة عنف عنصرية غير مسبوقة ضد الأجانب. ومن غرائب الصدف فإن مواطني دول إفريقية خاصة النيجيريين والملغاشيين الذين حرق العشرات منهم ورجموا دفعوا أرواحهم ثمنا لتصديقهم يوما لخطاب أمة قوس قزح، وهو الشعار الذي كان يجسد نيلسون مانديلا بإنسانيته، ولكن خلفائه داسوه بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد. وكان ينبغي أن تدفع هذه الأزمة الكامنة القادة في جنوب إفريقيا الحاليين إلى القيام بنقد ذاتي بالكشف عن الاختلالات التي تعانيها البلاد التي تمر بأزمة اقتصادية خانقة مع نسبة بطالة وصلت إلى 29% وتزايد عدد السكان الفقراء. غير أن العكس هو الذي حصل، إذ ظل هؤلاء القادة مخلصين للأفكار الشعبوية وسجيني خطاب عالم ثالث متقادم وغير مطابق للوقائع الجيوسياسية الجديدة. تتذكرون أن في شهر مارس الماضي قام هؤلاء القادة بتنظيم ندوة ببريتوريا كان الهدف المعلن لها هو دعم ما يسمى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بينما كان الهدف الخفي هو معاكسة المغرب بشأن سيادته على أقاليمه الصحراوية. ووصلت الوقاحة بهم إلى وصف المملكة بأنها دولة احتلال وبأن الصحراء المغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا. نعفيكم من سماع الكم الهائل من الشتائم التي كالها قادة جنوب إفريقيا للبلد الذي ساهم بشكل كبير في دعم جنوب إفريقيا في نضالها ضد نظام الميز العنصري، سواء على المستوى الدبلوماسي المالي وحتى العسكري، ولا أذل على ذلك من الزيارة التاريخية التي قام بها خلال السنوات الستينات من القرن الماضي الراحل نيلسون مانديلا، حيث حصل على كل أشكال الدعم من المغرب. وبالرغم من هذا الدعم المغربي المهم، أبان قادة الجنوب إفريقيا وخاصة تابو مبيكي وجاكوب زوما وحاليا سيريل رامافوزا على جحودهم للمغرب، بل وقاموا في تحد لروابط التاريخ والمستقبل بدعم كيان وهمي اسمه الجمهورية الصحراوية. أما اليوم فإن هؤلاء القادة هم ضحايا تناقضاتهم، ويتعين عليهم من الآن أن يفكروا ماليا قبل أن يهاجموا أو ينتقدوا المغرب. وبعبارة أخرى، الجمل الذي لا يرى ثنامه لكنه يضحك إذا رأى ثنام أخيه. أفاد مصدر شديد الاطلاع أن وفدا دبلوماسيا عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
بالرباط سيحل مساء اليوم بمدينة العيون في زيارة خاصة لبعثة المينورثو، حيث سيعقد اجتماعا مع رئيس البعثة الأممية كولين ستيوارت للاطلاع على عملها ومناقشة كافة الجوانب التقنية المرتبطة باشتغال المينورثو وسبل الرقي بها للاطلاع بمهامها تماشيا وقرارات مجلس الأمن الدولي. وتأتي هذه الزيارة في خضم جملة من التغييرات التي تعيش البعثة الأممية على وقعها في ظل فراغ منصب المبعوث الأممي للنزاع عقب تقديم هورست كولر لاستقالته، إلى جانب دعوة روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن بغية مناقشة عمل بعثة السلام الأممية المنتشرة ببؤر التوتر بدول العالم، والتي تشمل المينورثو. كما تتزامن الزيارة وإقالة دونالد ترامب لمستشار الأمن القومي الأمريكي مهندس عمل المينورثو، والذي لطالما اتهمها بالفشل في تأدية مهامها، إلى جانب دفعه باتجاه تقليص مدتها الانتدابية لستة أشهر فقط. كما تأتي زيارة الوفد الدبلوماسي الذي يضم شخصيات رفيعة المستوى بالسفارة الأمريكية وسط تضارب للأنباء بشأن تقديم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لتقريره الدوري عن الحالة بالصحراء نهاية شهر أكتوبر من عدمها، بالنظر للجمود الذي طبع الملف عقب استقالة مبعوثه الشخصي للمنطقة لدواعي صحية. تستبق جبهة البوليساريو الانفصالية إجراءات تعيين مبعوث جديد في الصحراء بهجومه على فرنسا باعتبارها أحد أهم حلفاء الرباط في قضية الوحدة الترابية. فقد دعا مسؤول كبير في الجبهة يشغل منصب وزير الخارجية للجمهورية الوهمية محمد سالم ولدسالك باريز إلى الكف عن دعم المغرب في نزاع الصحراء. ومتحدثا في مقابلة إعلامية أجراها مع التلفزيون الرسمي الجزائري، رفض المسؤول الانفصالي ما اعتبره دعما متواصلا لباريز للموقف المغربي في قضايا الصحراء. وقال رغم انسحابها العسكري من بعض الدول تمارس باريز هيمنتها على بعض هذه الدول لحماية مصالحها. ومعروف موقف باريز من قضية الصحراء، فهي تؤيد مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب لحل النزاع الإقليمي، وأيدت كذلك توقيع اتفاقية مصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل المياه المجاورة لأراضي الصحراء المغربية. وفي نوفمبر 2017 أثناء زيارة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية للعاصمة الفرنسية باريس، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي: نحن ندعم خطة الحكم الذاتية وهي جادة وذات مصداقية. ويرى المحلل والخبير في قضايا الصحراء نوفل بعمري أن البوليساريو تعتمد منذ سنوات على استراتيجية إعلامية وسياسية يدخل ضمنها مهاجمة فرنسا نظرا لمواقفها الداعمة للمغرب وللحكم الذاتي، وهو دعم وليد علاقة مغربية فرنسية طويلة حتى نضجت إلى الوضع الحالي، حيث تتواجد بين البلدين علاقة شراكة واضحة قوية ومتعددة الأوجه والمداخل. وبحكم فرنسا من الأعضاء الدائمين الخمس بمجلس الأمن، يزيد البعمري فطبيعي أن تعبر عن هذه المواقف الرافضة لأي حل غير متوافق بشأنه وخارج الحل السياسي الواقعي الذي طرحه المغرب، وهو ما يزعج خصوم المغرب ويجعلهم يعتبرون فرنسا عدوا أول لهم. وأشار الحقوقي المغربي إلى أن الجناح العسكري بالجزائر المتحكم في البوليساريو يستغل الجبهة لإرسال رسائلهم السياسية لفرنسا عن طريقها، أو عندما يريدون مناوشة فرنسا يستعملون ورقة الجبهة وتصريحاتها للضغط على فرنسا في قضايا داخلية تهم الجزائر أو علاقة النظام هناك بالدولة الفرنسية، ويسترسل لذلك في الهجوم المتكرر للبوليساريو على فرنسا يجب قراءته وفهمه من هذين الزاويتين: زاوية الدعم السياسي الفرنسي للمغرب وزاوية الصراع الجزائري الفرنسي نفسه. وفشلت عدة جولات من المفاوضات في التوفيق بين مواقف البوليساريو المدعومة من الجزائر والمغرب الذي يقترح حكما ذاتيا واسعا في الصحراء، بينما تقول جبهة البوليساريو إن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تقبل بها بمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب هي إذا أقره استفتاء حر ونزيه صوت فيه الصحراويون لحسم هذا الصراع الذي استمر طويلا. وقد استقال آخر مبعوث للأمم المتحدة
جديدة حول هذه القضية الرئيس الألماني السابق هورست كولر البالغ من العمر 76 عاما في مايو الماضي لأسباب صحية بعد أن تمكن بعد 6 سنوات من القطيعة الدبلوماسية